الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكدت حكومة كردستان العراق عدم تأثر إنتاجها النفطي وتجارتها بمحاولات بغداد السيطرة على عيداتها النفطية، وقالت حكومة أربيل إنه ما زال يتم إنتاج النفط وشحنه وبيعه وتكريره واستهلاكه في كردستان العراق، مرجحة زيادة الإنتاج في المستقبل. هذا وسعت حكومة بغداد عدة مرات لتنفيذ حكم أصدرته في شباط الماضي المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في كردستان العراق. بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد بيع العملة الصعبة للدولار خلال الأسبوع الماضي ما يقارب من 1,300,000,000 دولار. وذكر مصدر صحفي أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي الأيام الخمسة التي فتح بها المزاد ابتداء من يوم الأحد ولغاية يوم الخميس، باع 1,292,029,000 دولار بمعدل يومي بلغ 258,459,000 دولار، منخفضا بمقدار 3.7% عن الأسبوع الذي سبقه. وأشار المصدر إلى أن معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج إضافة إلى البيع النقدي بلغ 1460 دينارا لكل دولار واحد. أعلنت مديرية زراعة بابل إنتاجا صفريا من محصول الذرة الصفراء التي كانت تمتاز بها المحافظة للعام الحالي بسبب شحة المياه. وأوضحت المديرية أن الذرة الصفراء تعتبر من المدخلات الرئيسة في إنتاج الأسماك وفي علف الحيوانات المتجذرة والدواجن، وبالتالي فإن القضاء على هذا المنتج يعني ارتفاع أسعار مدخلات هذه المنتجات من الأسماك والدواجن والمجترات، وهذا ما تمت ملاحظته في العام الحالي، فقد وصل سعر كيلو السمك الواحد إلى 9,000 دينار، فيما كان في السنوات السابقة عندما كانت مدخلات العليقة متوفرة يتراوح سعره من 2,000 إلى 4,000 دينار. قال مكتب أسواق الغاز والكهرباء البريطاني إن سقف أسعار الطاقة سينتقل من 1,971 جنيها استرلينيا سنويا لكل أسرة متوسطة إلى 3,549 جنيها استرلينيا ابتداء من شهر تشرين الأول المقبل. وأوضح مكتب الأسواق أن الارتفاع يعكس الزيادة المستمرة في أسعار الجملة العالمية للغاز التي بدأت مع عمليات الإغلاق بسبب كورونا وتم دفعها إلى مستويات قياسية عندما قطعت روسيا ببطء إمدادات الغاز إلى أوروبا. ونظرا للوضع الحالي حذر مكتب أسواق الغاز والكهرباء في بريطانيا من أن الأسعار يمكن أن تسوء بشكل كبير طوال عام 2023، داعيا الحكومة إلى تقديم مساعدات عاجلة في أوج أزمة غلاء المعيشة. حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول من أن التصدي للتضخم في الولايات المتحدة سيكون مؤلما على الأسر والشركات الأمريكية، لكن عدم التحرك للجمه سيلحق ضررا أكبر بالاقتصاد. وقال باول إن العودة إلى استقرار الأسعار ستستغرق وقتا وستؤدي إلى فترة طويلة من النمو الضعيف، بالإضافة إلى تباطؤ في سوق العمل. ووصل التضخم في الولايات المتحدة إلى 8.5% بمعدل سنوي مقابل 9.1% في شهر حزيران بحسب مؤشر أسعار المستهلك، ما يقارب أعلى مستوياته منذ 40 عاماً. أما الآن فننتقل لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام موجز، إلى اللقاء.